السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، مع الخاطرة 16 من خواطرنا الرمضانية، والتي سنتحدث فيها اليوم عن ملاطفة الأيتام والضعفاء والمساكين والمنكسرين، وعن الإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح، كلها قيم رائعة وجميلة ومصطلحات تمر علينا ونمر عليها أحيانا دون أن نقف وأن نسبر غور هذه الكلمات، وأن نقيس ما نفعله في حياتنا وفق هذه القيم وهذه المفاهيم. فهل يا ترى نحن نلاطف؟ هل نحسن؟ هل نشفق ونتواضع؟ وهل نخفض الجناح للضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجات؟ هذا ما سنعرفه في هذه الخاطرة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح كناية عن التواضع، فالإنسان الذي يتكبر تراه يرفع يديه ويرفع كتفيه ويشمخ هكذا للأعلى كناية عن التكبر. الله يقول لنا: يا مسلم، يا صائم، يا صائمة، لا بد أن نخفض الجناح للمؤمنين، بمعنى التواضع، وأن نكون دائما في حالة الخشوع واحترام الذات واحترام الآخر ما دمنا أهل الإيمان. وقال أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نقرأ هذه الآية مرارا وتكرارا في كل أسبوع، وتتكلم عن أن نحبس أنفسنا وأن دائما نكون مع الذين يذكروننا بالله، يذكروننا بالآخرة، يذكروننا بالأعمال الطيبة مهما كان وضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي. وقال أيضا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. القهر يا إخواني لا ينسى، اليتيم قد ينسى الجوع وقد ينسى العطش، ولكنه لا يمكن أن ينسى القهر والظلم والإذلال، إيانا ثم إيانا. يا إخوة ويا أخوات، اليتيم هو صغير فقد النصير، يحتاج إلى ترفق وخفض للجناح ورحمة ومعاملة خاصة وملاطفة، وهذا هو الإيمان. الله سبحانه وتعالى قال لنا: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو يا ربي؟ قال: الذي يدعو اليتيم. إذن السلوك السلوك السلوك. والسائل الذي يأتيك يحتاج أن تلاطفه وأن تدله وأن تعينه وأن تخصص له من وقتك، فإن لم تكن تعلم الحاجة على الأقل تكرمه بالابتسامة والترحيب ورفع المعنويات والدعم النفسي. ومن باقة حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. يقول: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، يعني لا يعرف
الأسماء، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. هنيئا لك يا كافل اليتيم، وهنيئا لك يا كافلة الأيتام. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، كناية عن القرب والصحبة. من منا لا يريد أن يكون في ذلك المقام؟ إذن الأيتام الأيتام الأيتام، يرعاكم الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. بيننا يا إخوة مساكين وأصحاب حاجة لا يسألون الناس إلحافا، واجبنا أن نتحرى عنهم، لن يطرقوا أبوابنا تعففا وكرامة. فواجبي أنا واجب كل مسلم ومسلمة في مجتمعاتنا أن يتحرى ويبحث عن هؤلاء، ونوصل لهم إن شاء الله ما يستحقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال، أي الراوي: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. إذن السعي على المساكين والأرامل من أقدس المهام في ديننا العظيم، من القضايا الشريفة التي لا بد أن لا تقف في أي مجتمع. كن أنت صاحب العزيمة وابدأ بهذه أخي أختي، نسعى إن شاء الله على هذه البيوت، نؤمن لهم ما استطعنا حتى يكونوا لنا شفعاء يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. أظن أننا وقعنا في هذا الفخ بشكل أو بآخر. انظر إلى احتفالاتنا وولائمنا وعزائمنا، من يدعى إليها ومن يترك، وأصحاب الحاجة هم من يتركون. لذلك نقول هذا وهذا، افعل الوليمة لمن تشاء، ولكن لا تغفل عن الفقراء والمساكين والأيتام والذين ليس عندهم القدرة أن يكونوا كما الآخرون. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أعال أو من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. جاريتين أي بنتين صغيرتين يتيمتين. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها. بيت رسول الله يا إخوة ليس فيه إلا تمرة. كم في بيوتنا من التمر والطعام وأطايب اللحوم والأسماك والشراب، حدث ولا حرج. هذه نعم قد تكون استدراجا وقد تكون كرامة، كيف أنت تنظر إليها وكيف تؤدي حق الله فيها ومنها هو المعيار. المهم تقول: فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل. هذه الأم، يا من لا تبرون الأمهات، إياكم ثم إياكم، لم تأكل، قسمت التمرة بين ابنتيها. لعلي أخصص خاطر عن البر بالأم قريبا إن شاء الله تعالى. قالت: ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
إذا ما رزقت. والابتلاء هنا بمعنى أن تكون أب لأطفال ذكور أو إناث. كل حياتنا قائمة على الابتلاء، هذه المسؤولية ابتلاء، فحص، اختبار. من أدب وأحسن التربية يكن له سترا من النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث أختم به خاطرتي لهذه الأمسية، قال: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إذن في ختام هذه الخاطرة في هذا اليوم المبارك، لابد أن ينقدح في ذهن كل واحد منا واجبه تجاه الآخرين، الأيتام، المساكين، الفقراء، المعوزين، الذين ابتلوا بهذه الدنيا بأمراض أو ما شابه. تحروا يا إخوة الأحياء التي تسكنون فيها، واجمعوا المعلومات، ولنتواصى فيما بيننا. أهل الحي، أهل المسجد، مع بعضنا البعض نشكل لجان ومجموعات ونؤمن ما استطعنا لنسد حاجة هؤلاء الذين هم مسؤوليتنا وسنسأل عنها يوم القيامة. اليوم أنا غني، لا أعرف ماذا سيحصل في الغد. اليوم أنت على قيد الحياة، أبناؤك ليسوا أيتاما، من يدريك، لعلهم يكونون أيتاما يوما ما. هذه دنيا، من يضمن؟ فإحساننا اليوم للأيتام يكون ذخرا لنا، فيحسن لأولادنا وأحفادنا في المستقبل. فصلاحك اليوم ليس مجانا، سينفع أولادك وأحفادك في المستقبل. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد والسعادة، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا، وتقبل الله منا ومنكم. ونحن دائما مع برنامج خواطر رمضانية، ومعكم عبد اللطيف أبو زيد، السلام عليكم.